لا يختلف واقع خدمة الإنترنت في العراق في السوء والرداءة والكلفة الباهظة عن بقية الخدمات الأخرى، إذ يعاني العراق منذ سنوات ضعفاً في هذه الخدمة ورداءة في جودتها وازدياداً في أسعارها، على الرغم من أهميتها اجتماعياً وإدارياً واقتصادياً. الإنترنت هسه صار عصب الحياة، خصوصاً عصب الإداري بإدارة الدولة وإدارة كل مرافق المجتمع، فالضعف هذا يأثر على هذه الأمور. تشوف أكو تعثر بالإدارة، تعثر بالمعاملات، تعثر بالحياة، يعني الحياة تقريبا الإدارية عندنا مشلولة وبطيئة جدا. ضعف الإدارة اللي تراقب الشركات، لأن يعني الشركات أيضا تريد تجهز وتريد تربح، بس ضعف الإدارة والفساد الإداري أيضا. وعلى الرغم من الكلفة العالية لخدمة الإنترنت في العراق، إلا أنها سيئة جدا إذا ما قورنت بنظيراتها في الدول المجاورة. سكاوة ترى عامة بالبلد، والنت بالعراق يعني تحت الصفر مقارنة باقي الدول مثل الخليج السعودية أو قطر، مقارنة بالعراق يعني تحت الصفر، ما يتقارن نهائيا. هو طبعا غالي ومفروض عليك، يعني انت ما تقدر، انت مفروض عليك مثل العصابة، يعني لازم انت تشترك. يعني واقع شركات كلها على نفس النمط مع الاسعار، يعني اذا مثلا انت حزمة الساعة مال الواحدة جيجا بايت مثلا 4 دولار، باقي شركات هم 4 دولار، فانت ماكو اقل خدمة حتى تروح تستغلها، كلهم نفس الشيء، يعني كلهم نفس السعر، ويعني استغلال كلش المواطن مقارنة يعني قلت لك باقي الدول. تأكيدات وزارة الاتصالات بأنها تلاحق عمل تهريب الإنترنت في العراق بإرسال تطمينات لمستخدمي هذه الخدمة بأنها في طريقها إلى الحل وإنهاء هذه المشكلة المزمنة تبدو غير مقنعة. عملية الصدمة لا زالت مستمرة في الصدمة والتقليل من تهريب الإنترنت. حتى في بغداد قبل أسابيع تم إلقاء القبض على مجموعة في مناطق من أصحاب الأبراج في منطقة الدورة وأيضا مناطق محيطة في العاصمة بغداد. العملية لم تتوقف ما دام هناك جهود ذاتية من قبل وزارة الاتصالات، لم تتوقف في رصد المخالفين من قبل أصحاب الأبراج وأصحاب الشركات. أما بالخدمة الإنترنت بالعكس، اليوم الوزارة وفرت عدد من المشاريع، مشروع الكيبل الضوئي FTTH والمشروع الوطني ومشروع الفايبر تو هوم. هذه المشاريع هي في حد ذاتها فرضت وزارة الاتصالات أن تكون أيادي عاملة عراقية ما نسبتها 90% لتشغيل العاطلين عن العمل. هذا من باب ثاني تقوية وتعزيز الإنترنت في كافة المحافظات العراقية. أحيل هذا المشروع لعدد من الشركات وتم فتح العطاءات وإغلاقها ما يقارب قبل شهر لأكثر من 40 شركة عراقية عربية عالمية سوف تتنافس على توفير أفضل خدمات للإنترنت. ويبدو اللا أفق زمني لحل ضعف خدمة الإنترنت في العراق وسوءها بسبب الفساد الحكومي والإهمال وعدم تولي الكفاءات الهندسية إدارة مفاصل هذه الخدمة.